مساء الخير مشاهدينا الكرام. في بداية حلقتي عايزة أشكر رئيسنا عبد الفتاح السيسي عن رأيه الحكيم في شأن مفاوضات سد النهضة، وقراره الحكيم أيضا في التصالح في القضايا الضريبية. يعني إيه قضايا ضريبية؟ يعني لو أنا محكومة عليا بضرائب ب100,000 ورفعت قضية على مصلحة الضرائب وقلت لأ أنا المفروض أدفع 20,000، في قضايا بيني وبينهم سنين في المحاكم، الرئيس قال هيحصل تصالح وهتدفع اللي في إمكانياتك ده بالبلدي، والدولة تاخد فلوسها والناس تشوف شغلها عشان يبقى فيه سيولة في البلد. ده رأي حكيم. ليه أفضل في المحاكم في قضايا سنين طويلة ولا مصلحة الضرائب بتاخد حقها، ولا أنا عارف أشوف شغلي بسبب المشاكل، ولا الدولة بتاخد فلوسها؟ طبعا قرار حكيم. وعشان كده في الآونة الأخيرة تم انعقاد اجتماع من مكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب والحديث عن التصالح في القضايا الضريبية، المفاوضات بشأن سد النهضة، وأيضا رأيهم في القوانين التي تخص البرلمان ومجلس الشيوخ والإدارة المحلية. وطبعا بيأيدوا رئيسهم عبد الفتاح السيسي في القرارات التي تم إصدارها. طبعا احنا واثقين فيك يا ريس، واحنا في ايد أمينة ودايما معاك. تعالوا بينا دلوقتي هنطلع التقرير ونسمع من رؤساء الأحزاب في المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية. تعالوا بينا نتفرج. دعنا دعوة كانت موجهة من الدكتور كمال حسنين الأستاذ كمال حسنين لمناقشة بعض الأمور اللي احنا داخلين عليها، وخاصة اللي هي بتتعلق بالانتخابات سواء كانت بالشورى أو بالشعب أو بالمحليات، ودور التحالف والأحزاب اللي فيه في رؤيتهم تجاه تلك الموضوعات الهامة اللي احنا مفروض يبقى لنا فيها دور، أو يبقى لنا فيها رؤية، أو يبقى لنا فيها مشروع بنقدمه عشان يبقى الناس عارفة ان احنا لينا تحرك أو لينا وجهات نظر موجودة. جدول الأعمال بيبتدي زي ما احنا شفنا قدام حضراتكم بالترحيب، واحنا بنرحب بحضراتكم انتوا اصحاب مكان، وبنقول يعني ان باستمرار بنفخر بان التحالف بيستمر كل يوم او بيزيد قوة كل يوم. البند الثاني ان احنا بنوجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤيته الثاقبة بشأن مفاوضات سد النهضة وقرار الحكيم بشأن التصالح في القضايا الضريبية. البند الثالث الرؤية التحالف في قوانين مجلس الشيوخ ومجلس النواب والإدارة المحلية، وما يستجد من أعمال، ما يستجد من أعمال اللي ليه أي اقتراح في أي حاجة يبتدي يتقدم ليها. بنتوجه بخلص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تناوله هذه القضية بحكمة بالغة، وبيتفاوض لآخر نقطة من يعني المفاوضين والدول التي المشاركة في الموضوع سواء كانت السودان أو أثيوبيا، لكي يصل إلى أعلى نتيجة، وهو يعلم جيدا الأمور التي طرحناها على حضراتكم بالنسبة لمصر وموقفها من السد. نشكر القيادة على النتائج، وإن شاء الله نعمل أن الملف هينتهي بما ترى مصر. النهاردة جدول أعمال المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية كان فيه 3 نقاط. النقطة الأولى حوالين مفاوضات سد النهضة وما انتهت إليه. النقطة الثانية ما أظهره الرئيس من إنهاء الصراع الضريب الموجود في مصر وحوله. وقلنا تحالف الأحزاب المصرية عندما يتصدر ومناقشة هذه الأمور من خلال مسؤوليته السياسية، لأنه أكبر تحالف حزبة مصر، وإن حتى المكتب التنفيذي فيه أكثر من 15 حزب ممثل فيها برؤساء الأحزاب، والتحالف نفسه فيه حوالي 40 حزب سياسي. فهو بيتصدى بحكم مسؤوليته الحزبية ما فيش عليه في الدستور، لأن المادة 5 من الدستور بتقول إن النظام السياسي في البلاد يقوم على تعديل الأحزاب. وبالتالي علينا إن احنا نتصدى لكل هذه المسائل.
النقطة الأولى الخاصة بمقاضاة سد النهضة، أبدى كل رؤساء الأحزاب اللي تحدثوا ارتياحهم الشديد لسير المفاوضات بين الدول الثلاث برعاية أمريكية والبنك الدولي. وهذه المفاوضات تم فيها الانتصار لوجهة النظر المصرية. وإن إن شاء الله في نهاية شهر فبراير الجاري سوف يكون هناك اتفاق على ملء على عدد سنوات ملء سد النهضة بما يحقق مصالح مصر، ما يحفظ لمصر حصتها التاريخية ويمنع عنها الأخطار اللي كنا بنحذر منها قديما. وهنا لابد أن نشيد، أنا أشد في كلمتي والآخرين أشادوا بالاحترافية الشديدة التي ظهر عليها الوفد المصري في هذه المفاوضات، وأشدت أيضا بالأوراق التي أعدها والدراسات التي أعدها الوفد المصري والتي جعلت الوفود الأخرى في حسبيس ولم يستطيعوا أن يردوا بأي دفوع قانونية على ما قدمه أو فنية على ما قدمه الوفد المصري، مما جعل يعني الوسيط الأمريكي والبنك الدولي يعني كانوا مضطرين للانحياز إلى وجهة النظر المصرية المدعومة بالأسانيد الفنية والأسانيد القانونية. موضوع تم ناقشته النهاردة في اجتماع المجلس التنفيذي للأحزاب المصرية، الحقيقة كان موضوع مباحثات سد النهضة، والحقيقة كان في قلق فيها يعني كان الشعب المصري الآن عشان موضوع سد النهضة، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمة أنا مش هضيعكم كلمة واحدة، وفعلا أثبت الأيام أنه الرئيس صادق في كل كلمة، لأن احنا وانا بنتابع المباحثات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت وخاصة في واشنطن، وشارك فيها السيد وزير خارجية ومعه وفد متميز من الخبراء الموجودين معه، قدروا انهم يحققوا كل ما يسعى اليه الشعب المصري في الحفاظ على مياه النيل. وبفضل مجهودهم والحوار اللي هم تمتعوا فيه بالحنكة، والسيد وزير الخارجية كان موجود في هذا الحوار، تم الانتهاء من مشكلة سد النهضة، ومفيش قلق أو خوف على مصر. ولازم في هذه المناسبة نحيي أن السياسة الخارجية النهاردة بتتميز بقدرة ناجحة جدا يمكن ما كانش تتحقق خلال فترات الحكم السابقة. النهاردة احنا الحمد لله فتحنا علاقات مع كل أوروبا، فتحنا علاقات مع كل أفريقيا، فتحنا علاقات مع الدول العربية، بحيث مصر تحولت إلى دولة رائدة ولها كلمة نافذة في ما يدور من أحداث في العالم العربي. عشان كده احنا طبعا باسم التحالف وجهنا الشكر إلى السيد الرئيس لإدارته هذا الملف بحنكة، لأن الحقيقة هذا الملف قبل ما يتولى الرئيس كانت المعالجة مش سليمة. النهاردة قدر هو بحنكته السياسية وبعلاقاته اللي قدر يعملها مع قادة العالم وخاصة في أمريكا وفي أوروبا، وقدر أنه يحقق ويحقق الأمن والأمان المائي للشعب المصري. أولا فيما يتعلق بمشروع سد النهضة، دولة إثيوبيا بتعد له منذ 2011، وهي السنة التي حدثت فيها أزمة للدولة المصرية وللشعب المصري كله، واستغلت هذا المناخ الاضطرابي للدولة المصرية وتفرعنت، لأن هناك قوى دولية، دول إقليمية، منظمات اقتصادية ومالية كبيرة جدا تدعمها. الهدف من هذا الدعم هو حصار مصر وخنقها سياسيا قبل أن يكون هناك عملية حصار مائي. الرئيس السيسي تولى هذا الملف بعد أن بدأت إثيوبيا عامين كاملين تعمل في هذا الملف، إلا أن الرئيس السيسي تسلمه بحنكة رجل المخابرات الهادئ الواعي، وبحكمة الدبلوماسي الذي يستطيع أن يفاوض بنفس طويل حتى يحقق كل الأهداف دون أن يفقد شيئا من سمعة الدولة المصرية أو يعرض حتى الدولة المصرية لأي خسائر
بل يحقق لها المكتسبات. سعداء جدا بالفرصة اللي سمح بها سيادة الرئيس و يعني في الدستور بانه يكون للشباب 25% وايضا للمرأة 25%، دي مساحة جيدة ان الشباب يقدر ان هو يتمكن ويكون ليه دور فعال، لان احنا على مدار فترة طويلة جدا كان الشباب غايب عن الساحة السياسية وعن التمكين، كان ممكن يكون في جهود حقيقية بيقدمها الشباب لكن ما كانش بيقدر يحصل على عضوية او يعني يكون ليه احقية ان هو يكون ليه نسبة في البرلمان او المجالس الشعبية وما بعد ذلك من الشورى، لكن الحقيقة حاليا بقى نص دستوري واحنا يعني سعداء جدا بهذه التجربة وهذه الفرصة اللي بنشوف انها تمكين حقيقي للشباب. يعني اضافة لده النهاردة في جهود قام بها الشباب ما بعد 30 يونيو ودولة مصر الجديدة اللي احنا النهاردة كلنا بنبنيها، فاحنا علشان نشتغل على الجهود دي لازم الشباب يحس ان في طفرة حقيقية وفي تمكين. النهاردة في نقطتين رئيسيتين، النقطة الأولانية متعلقة بسد النهضة ومسار المفاوضات بتاعه، والنقطة الثانية متعلقة بالمجالس التشريعية والمجالس المحليات. النقطة الأولانية متعلقة بسد النهضة، بنتكلم عن تسمين الجهود المصرية في المفاوضات وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية وفريق الخاص بالمفاوضات، ان احنا النهاردة وصلنا لنقول نقاط رئيسية حول ملء السد الخاص بسد النهضة ومسار المفاوضات، ان انت بتحافظ فيها على حقوق المصرية بالنسبة للمياه وفي نفس الوقت بتحافظ على حقوق أشيبة في التنمية وحقها ان هي تعمل تنمية بما يتناسب مع المعاهدات الدولية اللي انت اقررتها مع اثيوبيا بداية من معاهدة 1902 و1959 والمعاهدات التالية لذلك، لان الجانب الاثيوبي في بعض الاوقات كان بيتبرأ من هذه المعاهدات لمصالح خاصة به، هو عنده مصالح مع دول تانية اقليميا ودوليا شايف ان هو عايز ينمي قدراته بالسد، لكن في نفس الوقت ما تقدرش ان انت تتخطى مصير الشعب المصري ومصلحته المصرية في المياه اللي بالنسبة ليها وشريان الحياة، لان مصر هو مصدر الوحيد المياه بالنسبة لها الرئيسي هي المياه القادمة من اثيوبيا لنهر النيل. احنا طبعا مهتمين جدا بهذه القوانين، حتى الان مجلس النواب لم يناقشهم على اساس ان احنا عايزين نقدم مشروعات قوانين سوف نتقدم بها باسم التحالف الى مجلس النواب بحيث تكون تحت نظر المشرع في اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب وبالتالي تحت نظر النواب. احنا لنا وجهة نظر تفصيلية ولكن في من حيث المبدأ نحن يعني مع ان في نهاية الفصل التشريعي الحالي وفي دورنا اخذ السنة الخامس له ننتهي من اصدار القوانين الثلاثة. القوانين في المرحلة الحالية في مرحلة المناقشة المجتمعية، يعني القوانين في الوقت الحالي هيتم مناقشتها وطرحها مجتمعيا على اكبر قطاع من الشعب والشباب يبدأ مناقشتها، لأن في النهاية المرحلة الحالية الشباب بيتبقوا فيها مكانة جيدة جدا في الدولة في تمكين للشباب. المجالس المحلية النهاردة فيها نسبة كبيرة للشباب 25% للشباب 25% للمرأة، مجلس النواب فيه مقاعد للشباب بنسبة جيدة، مجلس الشيوخ إلى حد ما بعد 35 سنة. فإحنا بنتكلم النهاردة أنها فرصة كبيرة جدا للشباب للمشاركة في الحوار المجتمعي وفرصة كبيرة للشباب الراغب واللي عنده رغبة وعنده قدرة ومؤهل نفسه بشكل كويس انه موجود في المجالس المحلية او في البرلمان او المحليات انه يشتغل على نفسه ويبدأ يجهز نفسه انه ينزل وسط الناس، يبدأ يحضر نفسه انه يبقى عضو مجلس محلي او عضو مجلس شعب او مجلس شيوخ لو هو سنه معدي 35 سنة. فالنهاردة انت بتتكلم عن تنمية حياة سياسية مصرية احياء للمحليات. النهاردة المحليات هي بنقول عليها العصب اللي بيمسك الدولة من تحت، التنمية المجالس المحلية عندها قدرة ان هي تعلي نسبة التنمية المحلية التنمية المجتمعية تمام، لان الخدمات في الاخر خاصة بالمحليات. مجلس الشيوخ يبقى عنده القضايا الرئيسية والقضايا اللي فيها نوع من انواع الخبرة والاستراتيجية اكتر. مصر لديها استحقاقات انتخابية قادمة، المجالس المحلية، مجلس الشيوخ، مجلس النواب، كلها ستأتي تباعا من في الفترة من شهر أغسطس إلى شهر إبريل 2021 أتوقع ذلك. خلال هذه الفترة سيذهب المواطن المصري ليختار أعضاء للمجالس المحلية. القانون الذي سينتخب على أساسه المواطن المصري حتى الآن هو في البرلمان لم ينتهى منه بعد، أعطى للشباب وللمرأة 50%
من أعضاء المجالس المحلية حافظ على التمثيل النسبي وأعطى ميزة للعمال وللفلاحين وللإخوة الأقباط والأصحاب الاحتياجات الخاصة اللي بيطلق عليهم المعوقون، وده لفظ أنا ما لا أحبه لأن فيهم عنده قدرات كبيرة جدا. أعطى يعني تمثيل لكل أبناء المجتمع، واهتم بالشباب والمرأة. هذا القانون عندما يصدر ويذهب المواطن ليختار ممثليه في المجالس المحلية بعد أن وضع للمجلس المحلي اختصاصات الرقابة على المحافظ، الرقابة على رؤساء الأحياء، رقابة حقيقية وتقديم الأسئلة والإحاطة والعزل، وصل درجة العزل، كل هذا وأمور كثيرة جدا لا يتسع الوقت طبعا لذكرها ينتج عنه مجالس محلية شعبية قادرة على تقديم خدمة حقيقية للمواطن المصري. التصالح الضريبي ده حاجة كويسة جدا. في الآونة الأخيرة حدث مشاكل كتير في محاكم الأسرة بخصوص النفقة. طيب يعني إيه نفقة؟ وإيه أنواعها؟ وإزاي أحصل عليها؟ كل ده هنعرفه مع المحامي اللي مشرفني الهيثم. مساء الخير. مساء الخير. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله زي الفل والله. زي ما ذكرنا حصل مشاكل كتير في الآونة الأخيرة. فتم تعديل قانون العقوبات الخاص بالنفقة 2/2/2020. عايزين نتكلم الناس ايه اللي تم من تعديل، ويعني ايه في الاول نفقه، يعني ايه نفقه. تمام. قبل ما اقول يعني ايه نفقه، اقول الاول ايه التعديل. تم تعديل نص الماده 293 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 6 لسنه 2020، وطبعا تم نشره في الجريده الرسميه في 2/2 زي ما حضرتك ذكرتي. دلوقتي لو عندنا نفقة زوجية على سبيل المثال، يعني ايه نفقة زوجية؟ دي النفقة التي تجب للزوجة بشروط معينة في القانون. احنا عندنا النهاردة الزوجة ديت مفروض ان ليها نفقة عند زوجها، تمام؟ يعني مش لازم يحصل طلاق، لا لا لا، وهي على ذمة الراجل بيبقى في نفقة. عندنا النفقات انواع كتير، احنا بنضرب بس مثال بنفقة الزوجية، وبعد كده هنتكلم في التعديلات القانونية بتتكلم على ايه بالظبط. نفقة الزوجية هي النفقة التي تجب للزوجة على زوجها. طب ايه الشروط بتاعتها؟ شروطها انه يكون عقد الزواج عقد صحيح، ما يكونش عقد الزواج عقد باطل. يعني عقد الزواج عقد باطل؟ عقد ما فيهوش ولي مثلا بالنسبه للبكر، عقد ما فيهوش شهود، كل ده بيصيب عقد الزواج. يبطله ولا شك. فبناء عليه احنا بنقول ان عشان تاخد نفقه زوجيه لازم يكون الزواج ده ايه؟ الزواج ده صحيح. طب الزواج الصحيح اللي هو بالضوابط الشرعيه القانونيه اللي نص عليها قانون الاحوال الشخصيه. تمام؟ طيب الزوجة بقى اللي وجب لها النفقة دي تعمل ايه؟ النهاردة عندنا حالات كتيرة جدا الزوجات بيشتكوا من ان هي مش عارفة تنفذ، او الزوج مش متعاون معاها في سداد النفقات. الحل ايه بقى والوضع ايه؟ كان التعديل بقى تعديل قانون العقوبات ليجعل من عدم سداد النفقات بعد الحكم بيها مؤسم قانونا. يعني النهاردة لو عندنا حكم صادر من محكمة الأسرة بالنفقات ايا كان نوع النفقه، هو دلوقتي اتكلم ايه التعديلات بقى. التعديلات اشترطت بعض الشروط عشان نصل لمرحله ان اللي اتحكم عليه بالنفقه ده وما سددش النفقه ياخد العقوبه. لازم يكون في شروط معينه عشان ياخد العقوبه. تمام. وليه؟ لان العقوبه دي بتضعه في السجن، فطبعا الوضع في السجن ده لابد ان يكون عندنا شروط وضوابط معينه امشي عليها. اول حاجه يكون في حكم قضائي واجب النفاذ، مش اي حكم، الحكم ده واجب النفاذ. الحكم القضائي واجب النفاذ ده في ايه؟ في نفقه الزوجيه، اجر المسكن، اجر الحضانه، نفقه الصغار، نفقه الاقارب اللي هو مثلا الام، مثلا الاب محتاج فبيرفع دعوه على ابنه. والاب عامل حقه؟ طبعا. لو النهارده الاب محتاج والابن ثري، مين اللي هيصرف عليه؟ الدوله اللي تصرف عليه ولا اولى بيه ابنه نفقه اقارب. فدلوقتي عندنا التعديلات بتقول ايه بقى؟ بتقول اذا كان حكم مشمول بالنفاذ،
في نفقة الزوجية أو الأقارب أو نفقة الصغير، نفقة الصغار دي اللي هو الولد الصغير نفقته على أبوه تمام، أو أجر الرضاعة أو أجر المسكن، كل دي مصطلحات هنبتدي نوضحها تمام. الشرط الثاني إن هي تبعت، إن طبعا ده يكون حكم، قلنا إن يكون حكم قضائي في الأمور ديت مش في أمور تانية، لأن في نفقة مثلا عدة، لا نفقة العدة ما فيهاش حبس، النص بيقول كده النفقات دي يعني هو خص نفقات معينه، النفقات المعينه دي اللي انا هوضحها عليها لو ما دفعش، النفقات المعينه دي بقى اللي انا هوضحها للمشاهدين تمام. الحاجه الثانيه بقى، الشرط الثاني ايه؟ ان هي تبعت له انذار رسمي على يد محضر تمام. تبعت له انذار رسمي تقول له فيه ايه، تقول له ان في حكم قضائي وانت تاخرت وما دفعتش. لو فضل الامر ده بقى، لو فضل عدم السداد بعد الحكم وبعد الانذار 3 شهور، واحنا معانا المادتين اللي تم تعديلهم، ونشر في الجريده الرسميه في 2/2 تمام. دلوقتي الامر بقى ان احنا دلوقتي حكم وانذار رسمي على يد محضر، اضع موضع المقصر في تنفيذ التزاماته واقول له لا ده في حكم قضائي وانت بقالك 3 شهور ما بتدفعش. في الحاله دي بقى ايه اللي بيحصل؟ في الحاله دي اللي بيحصل بيكون بيواجه عقوبه الحبس. في المره الاولى بيكون الحبس مده لا تزيد على سنه اللي تقاعس ده وما سددش ما عليه من نفقات، او بغرامه، وده التعديل برضو، ده جزء من التعديل الجديد، كان زمان 500 جنيه دلوقتي بقى 5000 جنيه. يبقى احنا عندنا يعني يدفع 5000 جنيه لو هو رفض او ما دفعش النفقه، احنا قلنا دي سلطه تقديريه للمحكمه. القاضي عنده 3 حاجات، يا حبس مده لا تزيد عن سنه، او غرامه 5000 جنيه، او احدى العقوبتين، يا ده يا ده، يا يجمعهم يا احدى العقوبتين، ممكن تمام. يجيبهم مع بعض تمام. تمام. طب في حاله بقى ان هو اتحبس، عندنا دلوقتي الحاله ايه؟ هو اتحبس. ايوه بقى سؤال هنا، النفقه اللي صدرت عليه بتسقط؟ لا ما بتسقطش. لا ده احنا هنقول اليات تنفيذ النفقه، بس اوضح الجزئيه دي عشان نقول ان اللي بيبلطج بقى خد شهر ولا شهرين ولا 3 شهور ولا خد السنه ونام عليها وبعدين، لا في الحاله بقى، في حاله رفع الدعوه من جديد، في حاله انه استمر في عدم الدفع، استمر في عدم الدفع، في الحاله دي بقى بيكون الحبس مش جوازي للمحكمه، بيكون وجوبي للمحكمه. يعني ايه وجوبي للمحكمه؟ يعني في حاله المره الثانيه وفقا للتعديلات بيتم حبس مده لا تزيد على سنه ومفيش غرامه، يبقى القاضي ما قداموش غير ايه؟ خيار واحد اللي هو الحبس مده لا تزيد على سنه. الخيار بتاع الغرامه لا مش موجود بقى. المستحدث بقى، وده الحاجه الجميله، انه لما يبتدي بقى يتعامل مع الجهات الحكوميه والهيئات العامه، بيقول لك هنا بنعمل عليه بلوك. انا رايح عشان اخلص شهاده ميلاد، يقولوا له انت عندك مشكله، لازم تدفع الاول الفلوس اللي عليك وبعد كده تيجي تخلص. هو ده بقى المستحدث اللي احنا بنقول للناس عليه، هو ده المستحدث في نص الماده 293 من قانون العقوبات المعدله. يعني بعد كده مش هيبقى في ام متبهدله بعيالها ومش عارفه تصرف على عيالها بسبب تاثير اب؟ طبعا مش هينفع الكلام ده، لسبب، لان هو النهارده هيعيش لوحده؟ لا طبعا، يروح يقدم على تليفونات على سبيل المثال، يقدم على الكهرباء، يروح يخلص شهاده ميلاد، يروح يغير الرخصه بتاعته، اي مصلحه حكوميه او جهه او مصلحه عامه او جهات حكوميه، وبدا يعدد ويفند، كل ده بينعمل عليه بلوك، يتم ايقاف التعامل معاه الى ان يجيب لنا مخالصه ان هو خلص ما عليه للمحكوم له. طب سؤال بعيد عن اي جهه حكوميه، طيب لو هيسافر بره مصر، كل ده تعامل مع جهه حكوميه برضو، يعني يعني مش شرط يخلص ورقيات، لا مش شرط ورقيات، هو قال لك الجهات الحكوميه. أي جهة؟ ما انا النهارده وانا بسافر بتعامل مع بخلص الباسبور الجوازات، ما انا بتعامل مع مصلحه الجوازات والهجره، صح؟ حلو جدا الكلام، حلو الكلام. دلوقتي بينعمل عليه بلوك الى ان يسدد. طب بالنسبه للست بقى اللي طلع لها الحكم ده، لو هي ابتدت تمشي في الإجراءات وتروح تخلص أوراقها من بنك ناصر، احنا عندنا بنك ناصر النهاردة، لو أنا في حكم صادر لزوجة أو لأم أو لصغير ومش عارف ينفذه، بياخد الحكم ده بالصيغة التنفيذية ويتوجه إلى بنك ناصر تمام؟ يعني بيصرفه من البنك؟ بيصرف من بنك ناصر، وبعد الحكم بكب البنك يطالب الراجل، يطالب. دلوقتي إيه بقى اللي في التعديل برضو في المادة بيتقول إيه؟ بيقول لو هم جم واصطلحوا مع بعض، لو جم واصطلحوا مع بعض،
طبعا بتسقط العقوبة، ما فيش مشكلة في أي مرحلة كانت عليها الدعوة وجه وسدد اللي عليه، خلاص ما فيش مصلحة كده للمجتمع أنه يفضل محبوس، هنأكل ونشرف فيه ليه وفي السجن يطلع. طب دلوقتي لو هم اصطلحوا مع بعض بس لسه بنك ناصر، بنك ناصر ليه فلوس، دفع للزوجة ثم الزوجة اتصلحت مع الزوج أو الطليق أو اصطلحوا مع بعض، طب بنك ناصر يقول لك لازم تجيب مخالصة من بنك ناصر اللي أنت خلصت ما عليك قبل ما يرجع لها، قبل ما يرجعوا لبعضهم مالناش فيه، بس المهم العقوبه تفضل موجوده. يعني العقوبه موجوده موجوده لغايه لما يسدد اللي عليه. الزوج هيتحاسب 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 يا يدفع للمحكوم عليه يا يدفع لبنك ناصر اللي هو اصلا سدد للمحكوم عليه النفقات. تمام. طيب طبعا احنا منتظرين قرار وزير العدل، قرار وزير العدل اللي هيحدد اليات واجراءات الوقف اللي احنا بنقول عليه ده، البلوك ده هيتعمل ازاي وايه المصالح والوزارات اللي هيبتدي يشتغل معاها، منتظرين القرار ده. طبعا طيب ده تعديل، ده تعديل في غايه الاهميه. تمام. التعديل ده بيشمل ايه بقى؟ التعديل ده بيشمل نفقه الزوجيه. هنقول يعني ايه نفقه زوجيه؟ نفقه الزوجيه هي النفقه التي تجب للزوجه بزواج صحيح. تمام. يعني طالما انها زوجة يبقى ليها نفقة عند جوزها. طب النفقة ديت قد ايه ووضعها ايه ولغاية امتى؟ النفقة طول ما هي على ذمته لها نفقة. بتقدر ازاي النفقة دي؟ بتقدر على حسب يسر وعسر الزوج. يعني الزوج ده ميسور الحال غني ولا فقير؟ طبعا هتختلف على حسب مقدرة المالية، لكن في لكن في المجمل مفروض ان هي ما تقلش عن القدر، عن القدر اللازم للحياة. يعني حتى لو هو فقير اللي هي كانت عايشة بيه معاه على المستوى اللي هما كانوا عايشين بيه مع بعض. ايوه هو ده. طبعا ده بنعرفه ازاي؟ النهارده لما بنرفع دعوة نفقة ايا كان نوع النفقة، اول حاجة في اول جلسة القاضي بي 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 لازم توضح له امر من حاجه من اثنين. الراجل ده موظف؟ يعني هنطلع على مكان عمل ونجيب مفردات مرتبه ونقدمه للقاضي ونقول الراجل ده بيتقاضى راتب كذا والقاضي بناء عليه بيحكم؟ ده حاجه. طب لو هو قطاع خاص؟ مش عارفين هو شغال ايه، بيشتغل عمل حر، بيشتغل يوم وما بيشتغلش يوم تاني، بناخد بقى تصريح من المحكمه، بنتحرى في اسم الشرطه او مركز الشرطه التابع ليه المدعي عليه اللي هو اللي عليه النفقه ده، نتحرى عن داخله نشوف الراجل يسالوا في الشارع اللي هم ساكنين فيه. لا ده شغلهم بقى، التحريات دي شغلهم، بيعمل تحري عنه يقول يعرف دخله ايه، يقول مستواه ايه، مستوى ايه ودخله ايه. وناخد الورق ده نقدمه او الاسم بيبعته على طول مباشر للمحكمه، ينحط قدام المحكمه، المحكمه تشوف لا دي ليه دخل شهري كذا، يبقى بناء عليه الزوجه او الصغير او الاب. احلى او احد الاقارب. طبعا احد الاقارب. حاجه قلتها، في اباء وامهات بيترموا في الشوارع للاسف، للاسف بيترموا في دار مسنين بيتبهدلوا بسبب جفاء وقسوة قلوب أبناء كتير. ده حصل وبيحصل للأسف وهيحصل. صح للأسف يعني. صح. طيب أنا شايفة أن التعديل تم لصالح المرأة جدا. التعديل مش تم لصالح المرأة، التعديل تم لصالح المجتمع، المجتمع والأبناء، عشان يستقر المجتمع طبعا، ولصالح المحكوم له. ما احنا قلنا ان ممكن يكون طبعا المحكوم له مش شرط المرأة، طبعا ممكن يكون المحكوم له الصغير، ممكن يكون المحكوم له الأم، ممكن يكون المحكوم له الأب. تمام. بس أنا بيصعب عليا المطلقات اللي بتتبهدل سنين كتير في محاكم الأسرة وما بتاخدش ولا حق ولا باطل. بالتعديل ده هو ولا فعلا يعرف يخلص ورق ولا يخلص عربية ولا يخلص شقة ولا يروح يعمل ولا يسافر ولا يروح يعمل أي حاجة في حياته طول ما هي ليها حق وعياله ليهم حق. التعديل ده شمل الزوجة يعني والحياة الزوجية موجودة، وشمل أيضا المطلقة. طب شمل المطلقة في إيه؟ ما هو أجر الحضانة ده للمطلقة. ما هو النهاردة لو في زوجة أجر الحضانة دي الزوجة موجودة والأولاد في كنفة وفي رعايتها هي والأب، ما بتاخدش في الحالة دي أجر حضانة، لكن بس بتاخد زوجية. بتاخد زوجية. طب في حالة الطلاق بقى، في حالة الطلاق بقى، انا بقول لحضرتك ان التعديلات تشمل الزوجة وتشمل غير الزوجة. غير الزوجة اللي هي مين؟ اللي هي المطلقة، سواء كانت بتاخد اجر الرضاعة اللي هو في اللي هو الاجر المفروض لها في مقدار السنتين بتوع الرضاعة طبعا، ودي لها شروط طبعا في القانون ان ما يكون تكون انتهت العدة وملهاش نفقة عدة. كذلك الحاضنة. طب معلش لقطع كلامك، انا بشوف مفيش زوجة مصرية ممكن يبقى عندها الجرأة
ان هي تروح ترفع نفقة زوجية وهي على ذمته، يعني هي ممكن تاخد حكم عليه بفلوس ولو مش هيدفع لها يتحبس وهي على ذمته. طب ما هيقولها انت طالق. لا 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 مش لو هو مش عايز يدفع لها من الاول مصروف شهري عشان حاجتها الشخصية، ممكن يكون ده يسبب ما بينهم خلافات كتير وخلافات في الأسرة. ما هي المشكلة مش في كده، المشكلة فين؟ المشكلة ان ده حاصل فعلا، حاصل فعلا عندنا. امال احنا بنرفع دعوة نفقة الزوجية، الأب بيسيب ولاده ويروح يتجوز واحدة تانية. تقصد ان هو بيسيبها كده زي ما بيقولوا بالبلدي زي البيت الوقف، بيسيبها زي البيت الوقف. في الحالة ديت هي على ذمته، طب مش راضي يطلق وهي مش عايزه وهي مش عايزه مثلا تتطلق، عايز تقعد تربي العيال بس. مفيش في الحاله دي بقى، في حاله ان هو معلقها تروح فين؟ صح. او ما بيجيش البيت، او صح. بيجي البيت ومبلطج. احنا عندنا حالات كتيره بتعرض علينا يوميا، البيبي بيدخل يقعد في البيت فاكره بنسيون بالنسبه له، بيدخل يقعد وياكل ويشرب من الحاجات اللي هي جايباها. بلطجه طبعا. ما بقولش كل الازواج كده، لا عندنا ناس محترمين، بس عندنا فعلا حالات، لا عندنا حالات كده. الحالات بقى الحالات ديت بنقول ايه؟ بنقول لا، في القانون بينظم هذه الامور، لها نفقه ولاولادها نفقه وهكذا. طبعا احنا قلنا بقى ان احنا لما نوقف قدام القاضي بنعمل ايه؟ بنجيب تصريح بالتحري او بنجيب مفردات المرتب. طب خلاص القاضي حكم. تمام. القاضي لما بيحكم هنا هنفذ ازاي؟ لو هو ليه مكان عمل، باخد الصيغه التنفيذيه اسلمها في مكان عمل، راجل موظف في الحكومه او راجل شغال في شركه يعني او ايا كان. ممكن التنفيذ يحصل من مرتبه؟ ما هو التنفيذ ما يحصلش غير من مرتبه. يعني مثلا هي تصدر لها مثلا ب 5000 جنيه. تمام. يعرفوا يقتصوا من مرتبه طبعا المبلغ ويدوه للمرأة طبعا او يدوه للاب او ايا كان المحكوم مين له. المحكوم له. طبعا. ما هو ده، ما دي آلية التنفيذ. انا بنفذ ازاي؟ عندي طريقتين. عندي طريقتين. الطريقة الاولانية ان يكون ليه مصدر معلوم لدخل شهري بالنسبة له، فانا بروح لصاحب المصدر ده سواء كانت الشركة او المؤسسة او ايا كان، اقول لهم والله صدر على فلان الفلاني حكم مشمول بالنفاذ خاص بنفقة. يعني بيعمل ايه؟ بياخد مني الصيغه التنفيذيه ويبتدي ينفذ معايا كل شهر يديني المحكوم بيه. تمام. دي ده وضع. طب لو هو بقى اصلا موجود في الشارع كده ومالوش شغل، تاجر او تاجر ومالوش، او رجل اعمال معاه فلوس وتقيل جدا بس مالوش فعلا ورق يثبت هو بيكسب كام، او معاه ورق بس احنا ما هننفذ ازاي؟ ايوه. ما هو نعمل ايه بقى في الحاله من مين؟ نعمل ايه بقى في الحاله ديت؟ بنروح لبنك ناصر، اسلم في بنك ناصر الصيغه التنفيذيه واقول له يا بنك ناصر الحكم اهوت، اديني الفلوس. بنك ناصر يديني الفلوس وهو يطالبه هو بقى. طب يطالبه ازاي بقى؟ بيطالبوا يعني ازاي؟ يعرف يحصل على الفلوس ازاي؟ ايوه. بنك ناصر بقى بياخد اجراءات قانونيه حياله زي اللي احنا قلنا عليها ديت. بيديني انا كمحكوم له ضعيف. ما هو اصل المحكوم له، المحكوم ليه ده ضعيف اصلا في الاساس. ما هو الا لو ما كانش ضعيف ما كانش القانون ولاه بالاهتمام ده. فالنهارده بيعمل ايه؟ لا بيسلم لبنك ناصر، وبنك ناصر يبتدي هو يتخذ الاجراءات القانونيه يجيب حقه. بنك ناصر يعرف يجيب حقه، ده هيئه او جهه. لو مرأة لكن او هتجيب منين الغلبانه؟ بالظبط. فالبنك لا، البنك يعرف يجيب. فانا بقول دلوقتي ايه؟ لا بقول دلوقتي ان اللي صدر لها حكم، لا اللي صدر لها حكم هتعرف تنفذه، يا تنفذه في جهه العمل يا تنفذه في بنك بس ناصر. بس بنك ناصر انا شايفه ان هو يعني نجده. طبعا نجده للناس ولا حول ولا قوه. طبعا نجده. وتعديل طبعا القانون ده شابو 100,000 شابو. يعني انا ده احلى تعديل طبعا للبرلمان. طبعا. شابو طبعا طبعا. يعني التعديل جاي في صالح فعلا المجتمع، ولا مرأة ولا بيخص ابناء بس ولا اباء بس ولا امهات بس. ما هي الاسره المصريه هي نواه المجتمع. لو الاسره بتاعتنا سويه هيكون عندنا مجتمع سوي وسليم. احنا النهارده لو في استقرار اسري، الولد بيجي له كل شهر حتى لو ما فيش استقرار، يعني ما فيش استقرار بمعنى ان في انفصال، لو ما فيش مشاعر وبيجي له في سيوله يتربوا صح. لما يتربى صح مش هينزل يشحت في الشارع ولا من اطفال الشوارع. لا وهيبقى سوي نفسيا حتى صح. على فكره يا جماعة، حتى لو في تأثير في المشاعر، المشاعر ممكن تعوض من طرف. صح. يعني ممكن الأم تحنو على أبنائها، لكن هتجيب له فلوس منين؟ هتنزل تتمرمط طول اليوم وتشتغل عشان تصرف على أولادها، وفي الآخر خالص ما بتكفهمش وبيتحرموا منها، ولا بيبقى في مشاعر ولا بيكون في تربية. وبنشوف بقى أطفال الشوارع والأطفال غير الأسوياء اللي موجودين معانا. هو طفل الشارع ده جه منين؟ ده غير من أسرة غير مستقرة. ده غير لو الأم أسية وتنزل الاطفال عندهم 7 سنين، يعني مش هتنزل هي تشتغل، تنزلهم، والحالات دي موجوده.
انزل اشتغل وهات فلوس لاخواتك. عنده 7 سنين ينزل يشحت، ممكن يتعرض لاغتصاب، لخطف، لبهدله، لاهانه. بيطلع وبتبقى في نشأته بدون كرامه، بيتبهدلوا. ومش كل اطفال الشوارع ابائهم وامهاتهم ميتين، لا، دول ممكن يكونوا قاعدين وحاطين رجل على رجل، والاولاد هي بيشحتوا وياكلوهم ويصرفوا عليهم. صحيح. ولو ما رجعش بفلوس ياكل علقه. ده بيحصل، مش هقول كل الناس كده، بس عندنا النماذج دي. فتعديل قانون عقوبات الخاص بالنفقه 100 شابو. صحيح، انت نورتني، ربنا يبارك، وافدنا الناس، ميرسي جدا. ولينا اللقاء اخر ان شاء الله. شكرا مشاهدينا، خلصنا كلامنا عن عقوبات الخاصه بالنفقه والتعديل اللي تم 2/2/2020، وشابو للتعديل. هنروح دلوقتي نتكلم مع شركه سياحه عن السياحه الدينيه. يعني ايه سياحه دينيه؟ يعني حج وعمره، يعني تدفع فلوسك في مكان موثوق منه وما يتنصبش عليك. تعالوا بينا نطلع فاصل ونتفرج، وهتبقى ده ختام حلقتي. الى اللقاء. رجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن السياحه، بس السياحه الدينيه، الحج، العمره. ناس كتير بتروح تغسل ذنوبها قدام بيت ربنا، بس في ناس تانية بيتنصب عليها وبتروح تدفع فلوس وما بتنولش شرف العمرة أو الحج. هنتكلم النهاردة بالتفاصيل مع أستاذ محمد العوض، زي حضرتك، مدير السياحة الدينية بالشركة، وأستاذ خالد الشيخ، زي حضرتك، مدير فرع الشرقية بالشركة. ناس كتير بتنصب عليها، وناس كتير بتروح تحجز حج وعمرة وما بيطلعوش. لا، النهاردة طبعا الحمد لله، النهاردة في نظام جديد، في حاجة اسمها البوابة الإلكترونية. قدرت غرفة السياحة ووزارة السياحة ان هم يعملوا حاجة اسمها البوابة الإلكترونية. البوابة الإلكترونية النهاردة بتوضح الشركة دي اسمها ايه، وبتوضح البرنامج بتاعك. فما النهاردة مفيش نصب، النهاردة انت ليه تتنصب عليك؟ ليه تروح لحد انت مش عارف؟ ولا خش على البوابة واسأل على الشركة اللي انت هتقدم فيها، واسال على كل حاجه قبل ما تقدم في اي شركه. هتعرف ان في حاجه اسمها بوابه الكترونيه، وفي شركات سياحه موجوده هي اللي بتنظم الكلام ده كله، وبالتالي ما حدش يقدر ينصب عليك. طيب زنادو ترابل بتقدم ايه للمعتمر لما يوصل للاراضي القدسيه؟ لو وقع في مشكله، وقع في اي احتكاك ومش عارف يتصرف، يقدر يرجع للشركه؟ الشركه بتبقى مسؤوله عنه هو هناك؟ طبعا معانا الإشراف الديني، والإشراف برضه مشرف بيكون متابع الرحلة من بداية تحركها من هنا من مصر لغاية لما يكون معاهم هناك طول البرنامج، يكون موجود معاهم متابعهم في مشكلة حصلت في أي حاجة. المشرف معاهم 24 ساعة متواجد. برضه هناك لجان من وزارة الحج موجودة في كل مكان، في مكة، في المدينة. اي مشكله بتكون موجوده الوكيل السعودي بيكون معانا والمشرف معاهم، بتتحل يعني على طول، بتسيطر عليها، ما فيش اي مشاكل يعني ان شاء الله. تفضلوا على اتصال بيهم. طبعا. طب ده شيء رائع. طيب عشان الناس تبقى مطمنه اكتر، الشركه خاضعه لوزاره السياحه وليها تراخيص؟ طبعا الشركه بتاعتنا، ترخيص 1927 لوزاره السياحه سنه 2009، موجوده على بوابه الكترونيه، موجوده في، ليها رخصة سياحة، ليها نشاط تزويري السياحة، موجودة دايما طبعا، موجودة على البوابة. إذا أي حد دخل عايز يطمن على الشركة بتاعتنا بيبقى موجودة. إحنا شركة تخضع لوزارة السياحة. شركة مسجلة في وزارة السياحة. طبعا شركة موجودة في وزارة السياحة. طيب دلوقتي الناس بتحب تحجز كل حاجة أونلاين. يعني أنا بقيت حتى نطلب منتجاتنا اللي بنستخدمها طوال اليوم أونلاين. بالظبط. نقدر نحجز حج أو عمرة أونلاين عن طريق الشركة؟ دلوقتي في البوابه الالكترونيه موجود، حضرتك اللي بيحوز يحجز، العميل بيدخل على موقع الشركه، على الباج بتاع الشركه، لينا موقع، لينا موقع طبعا على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى موجوده، بيخش عليها على الشركه، بيعرف ان الشركه دي موجوده، لا بيقدر يحجز من خلالها، بيقدر يكلمنا وبيعمل كل حاجه. وقعت في مكانه النهارده خلاص ما بقاش محتاج ان هو يجي الشركه، خلاص كل حاجه بيجي مكان، وقعد مكانه يقدر يحجز اونلاين، يقدر يحجز، بيكلمنا، بيتابع معانا خطوه بخطوه لحد ما بيخلص له الحجز بتاعه. طب كلمني، شركه زنادو ترافل بتتميز بايه؟
يعني انا ليه اجي اطلع عمرة عندك؟ بكلم بجد. يعني بتميز شركتك بايه؟ طيب احنا حضرتك طبعا الحمد لله رب العالمين بنقدم خدمة كويسة جدا للناس، بنقدم اشراف طبي واشراف ديني واشراف اداري، بنقدم كمان حاجة مهمة جدا مش موجودة في عند الشركات اللي هو الاشراف النسائي. يعني في سيدة موجودة في خلال الرحلة كلها للسيدات، في سيدات كثيرة بتبقى محروقة مش عارفة تسأل أسئلة، ما ينفعش إنها تسأل الراجل مثلا عليها، بتبقى صعبة العملية عليها شوية، فيبقى موجودة السيدة موجودة عندنا، دي موجودة تقدر تفيدها، تقدر تخدمها، تقدر تدخلها الروضة، لأن الروضة ما بيخشهاش الرجالة. فاحنا الحمد لله بنتميز بالميزة دي إن ما فيش شركات ما عندها الإشراف النسائي، كمان عندنا الإشراف الديني هو موجود في كل الشركات الحمد لله، بس إحنا موجودين معاهم خطوة بخطوة. يعني إيه موجودين معاهم خطوة بخطوة؟ يعني مش اللي هو مجرد إن أنا أوديك وأوديك تعمل عمرة وخلاص على كده، لأ، ده أنا موجود معاك في المطار، موجود معاك في الطواف والسعي، موجود معاك في كل حاجة، ما بتعملش عمرة لوحدك. يعني أنتوا بتاخدوا ثواب كتير بقى. طبعًا. ده أنتوا يعني لو هتطلعوا مع كل رحلة تاخدوا ثواب كتير. طيب ده احنا نشتغل معاكم ده اللي احنا بنقوله اصلا، ده اللي احنا بنقوله اجر واجره، ان انت بتاخد اجر وكمان بتاخد اجر من ربنا سبحانه وتعالى، وكمان بتاخد فلوس وتكسب، يعني تكسب من ناحيتين. صح. ما شاء الله. التجاره مع ربنا، التجاره مع الله طبعا ما فيهاش كلام، احسن تجاره، وكفايه دعوه الناس. صح. طيب لما بيروحوا هناك ايه الخدمات الدينيه اللي بتقدر تقدمها برضو الشركه؟ تمام. بيبقى موجود معاهم الشيخ مسعد باشراف ديني كامل، بيشرح لهم كل المناسك خطوه بخطوه، بيعرفهم ازاي حتى يلبسوا الاحرام. يعني شوف حضرتك بقول لك يعني في ناس تبقى طالعه لاول مره حج او عمره وما بيكونوش فعلا عارفين ايه ايه الطقوس هناك. طبعا هو مش عارف يلبس ايه اصلا، هو مش عارف لبس الاحرام يلبسه ازاي. لبس الاحرام بالنسبه للرجال ليه لبس معين، بالنسبه للسيدات ليه لبس معين، فهو مش عارف. فالموجود الاشراف الديني لازم يكون موجود، لازم يفهمه تلبس ايه وما تلبس ايه، ايه هي محظورات الاحرام، ايه هي الحاجات اللي هي ممكن تضيع عليك الاحرام بتاعك. فبالتالي لازم يكون موجود اشراف الديني عشان يشرح للناس ازاي تلبس الاحرام بتاعك، ازاي تؤدي مناسكك صح. ده مهم جدا، موجود الحمد لله عندنا برضك. طيب حلو جدا ده. طيب كلمني عن فرع الشرقيه. فرع الشرقيه بيقدم ايه لاهل لاهل المحافظه؟ والله احنا بالنسبه للفرع زي الشركه كل واحد، ما عندناش فرق يعني في المعامله ما بين الفرع وما بين الشركه، نفس خطه العمل واحده. بالنسبه لشغلنا كله العميل بيجي عندي بيروح الشركه زي ما بيروح الفرع عندي، كل واحد مفيش اي فرق بين الشغل يعني وبعضه، كلها خطه احنا ماشيين عليها. لكن الشركه رحلات دينيه بس، سياحه دينيه فقط؟ لا لا طبعا، لا طبعا احنا شركه سياحه الف. عندنا احنا جايين نتكلم عن السياحه الدينيه، لكن احنا لكن فيها انا اقصد فيها اقسام كتير. عندنا السياحه الداخليه، عندنا السياحه الداخليه اللي هي بتغطي شرم وبتغطي وادي النعيان، وعندنا برامج ما شاء الله كتيره سياحه داخليه كتير، وعندنا كمان النقل السياحي، نقل السياحه واللاموزين، عندنا اتوبيسات سياحيه وعندنا عربيات سياحيه، وعندنا قسم شغال للنقل السياحي كويس محترم شغال حضرتك اكيد هتنفعينها اكيد ان شاء الله. لا بجد انا ممكن اخد منك الكارت بجد، لان احنا بقى عندنا مشكله في السياحه الداخليه. ايه هي؟ كلنا في الويك اند بنفكر نطلع دبي، نطلع تايلاند، نطلع اي بلد بعيده عن مصر. مع ان في اماكن في بلدنا بالعكس احسن حاجه جدا، قطعه من الجنه بالظبط. وعايزه حضرتك تذكر لي اكتر من مكان الناس ما تعرفوش، يعني الناس مش ملمه بيه. كتير يا سعد داخليه، في حاجات كتير. سعد داخليه بتاعتنا عندنا ما شاء الله، يعني ممكن اصلا تلاقينا احنا ما رحناش الحق المتحف، ولا ما رحناش الهرم، ما رحناش وادي الريان، ما رحناش في حاجات كتير قوي احنا ما رحناهاش. يعني احنا كمصريين بقول لك احنا ما بنروحش. والاجانب بتيجي من اخر الدنيا عشان تتفرج على الحاجات دي، وهي تحت ايدينا، تحت ايدينا واحنا ما بنروحهاش. والله انا كنت عايش معاهم هناك في السعوديه، كان كل دايما في مصر، في شرم الشيخ، في اسوان، في الاقصر، المعابد كلها حاجات احنا ما شفناش، هم بييجوا يحكوا لي عليها. جمال مصر يعني، هم بيقول لك نروح دبي ما بيرتاحوش في دبي، بيجوا يرتاحوا في مصر. والحمد لله يعني عندنا الخدمات ممتازه ومستويات راقيه جدا، الناس كلها يعني تتمناها والله. طيب استاذ محمد عايزك تقول لي برده اكتر من مكان الناس مش ملمه بيه. يعني انا بشوف ان راس شيطان بحب اروحها، انا بحب اروحها، ما عرفتهاش غير من سنتين تخيل. هي في اماكن يعني انا في بلدي بس ما عرفتش المكان ده غير من سنتين. لا 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 في اماكن كثيره حلوه بصراحه، بس خليني اقول لك ان انا اصلا يعني بتاع حاجه عمره في جيتها سعد الخليه. يعني يعني الاماكن كثيره في مصر. ده تخصصي. لكن احنا عندنا خدمه السياحه الداخليه، عندنا استاذ مستر محمد فوزي ماسك السياحه الداخليه ما شاء الله عليه، يعني هو ان شاء الله نجيب لك حلقه جدا ان شاء الله. ده اكيد على فكره انا هستضيفه عشان اتكلم معاه على السياحه الداخليه. السياحه الداخليه محتاجه مننا حلقه كامله.
محتاجه مننا وقت كبير قوي نتكلم عليها، لان دي مصر بلدنا. صح. فيها اماكن كتيره محتاجه ان احنا نتكلم فيها كتير. صح. فدي فعلا. لا انا هجيب لك مستر محمد فوزي يكلمني على السياحه الداخليه، لان احنا محتاجين ننشط السياحه الداخليه، محتاجين ندخل دولار، ما نروحش نصرف دولار وفلوسنا. نعم. عايزين نعلي من اقتصاد البلد. لو كل واحد فكر كويس جدا في المنطقه بتاعته في تخصصه، زي ما بقول هنجري زي الصاروخ. بالظبط. نورتوني جدا، وعايزاكم تقولوا فوائد الحج والعمره للمشاهدين. تمام تمام. طبعا الحج ده الركن الخامس، الحج والعمره حاجه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها، وهو اصلا ركن من الركن الخامس، يعني من اركان الاسلام هو الحج. فالحج ده احنا انا بقول للناس كلها من خلال حضرتك، ان لو حد عنده والدته ست كبيره او والده راجل كبير وعايز يطلعه حج وخايف عليه، انا بقول له عندنا هتلاقي الخدمه اللي انت ما تخافش عليه. يعني في ناس كتير قوي يكلمني مثلا، طب انا والدتي ست كبيره ما حدش هيخدمها، ما حدش. لا انا بقول لحضرتك، لا والدتك هتيجي معانا، هي والدتنا، هيبقى معاها مرافق، هيبقى معاها مرافق، هيبقى معاها حد شايفها طول الوقت، حد شايلها فوق دماغه. طبعا والدك الراجل الكبير ده انا بقول لحضرتك تعهاته ما تقلقش، اي حد عايز يطلع والده والدته بقول لحضرتك ما تقلقش عليهم، هما موجود مع اولادهم، مفيش طالعين مع حد غريب. طيب استاذ خالد تقول لهم ايه؟ والله انا بقول ان شاء الله التوفيق بتاع ربنا، واحنا الاول حاجه وفي الاخر بندور على الاجر والاجره، الاجر قبل الاجره. فاحنا بنتقي الله في الناس اولا، في سواء كان من بدايه طلوعهم من هنا لغايه لما نروح هناك في الاراضي المقدسه، كل خطوه بنعملها او كل حاجه حد بيعملها بياخد عليها اجر من ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا اذا كان حد من السيدات فمعنا الاشراف النسائي بيتميز بخدمة السيدات، سواء كان في الروضة الشريفة، سواء كان في المناسك، سواء في أي أعذار، بيلاقوا حد من النساء يسألهم على أعذارهم كلها. وبالنسبة للرجالة معنا المشرف معاهم برضو مستمر 24 ساعة، ده غير الخدمات اللي بتقدمها الدولة هناك، مشكورة على كل الجهد اللي بيعملوه في خدمة ضيوف الرحمن. دي برضو حاجات الحمد لله احنا بنتميز بيها عن الشركات التانية. معانا طقم ناس محترمة وناس تخاف ربنا وناس بتعمل المعروف في كل مكان، فالحمد لله من فضل الله، دي ميزة عندنا يعني الحمد لله. وبكده تكلمنا عن السياحة الدينية، نورتوني. وأكيد لينا حلقة معاكو في الشركة عن السياحة الداخلية بالكامل. إن شاء الله. نورتنا ونورك يا فندم، الله يبارك. مشاهدينا الكرام، انتظروني الأسبوع القادم يوم الأحد الساعة 7 مساء. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تشهد لك حق من الحكم التلبية، من الدعاء، من التقوى.